يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. طبعا النهارده زي ما احنا معودينكم دايما معانا فقرات كتيره مختلفه وهتعجبكم جدا، بس قبل اي حاجه طبعا لازم اسلم على صحابي وحبايبي. هيا شريف. لا لا بس سؤال. يعني ما صلنا 3 ثواني داخلين الحلقه، صار حبيبك؟ صار انا بنزله، انا بنزله يا جماعه. لازم اعترف باللي حصل يعني، بس المشكله انه انا ما كنتش عارفه اتحرك وادافع عن زميلتي علشان معلقه. انا اقول لهم، انا اقول بس مروان ما سكتتش لشريف. أيوة. ولحقت وراه كل الاستوديو وضربته. اديته عدت على كفايه اشاعات بقى، كفايه اشاعات بقى، كفايه اشاعات بيطلعوا. بص، اشاعات على الهواء ومش لا هو طبعا لا يعني طلعتيني. لا لا هو لا لا مش كدابه، لا مش كدابه يعني. هو شريف طبعا احنا بنعز بعض قوي قوي قوي، ولازم بنهج يا كريم عشان جريت الاستوديو كله ورا شريف. بصوا يا جماعه، احنا دايما بنختلف انا ونوران كل يوم 4، يعني احنا ممكن في حلقات تانية ممكن نطلع فيها مع بعض بنكون عادي جدا، ما يكونش في اي مشكله بيني وبين نوران الا يوم الاربعاء. لازم يكون في اختلاف على سكريبت، يا اختلاف على اي حاجه. أو طبعا بتكلمني عادي جدا بره السكريبت وبره الشغل. بره الشغل او اي حاجه كده، انت بتتكلم جد في اي حاجه، بعدين اقوم قايل لها كلمه كده اوت اوف ذا بوكس كده على طول. بالظبط بقى. فانا بما ان انا يعني كيك بوكسر او كنت بلعب فتره يعني كيك بوكسر وكده، والله ما باين بذمتك. فباخد حقي بايدي طبعا يعني. الحمد لله الحمد لله، ما يعني ماشيه بدعاء الوالدين. طيب تعالوا نعمل صلحه. يلا صلحه. يلا هدنا. يلا هدنا. ايه ده؟ في ايه؟ احنا قول لها انا اسف، انت ما تعتذريش. انا اسف يا حياتي حياتي. انت نسيتي تبعتنا خلاص؟ زعلانه منه؟ لا خلاص. تمام نبتدي؟ نبتدي يا جماعه، احنا كده اللي هيشوفوا مني بعد الهوا. قلنا نعمل معاكم كده بقى ايه، دخله جديده كده. شفتوا كلنا مثلنا ازاي؟ يا ريت كان بس تليفوني في ايدي اصوركم. والله شفتوا بقى كلنا مثلنا ازاي؟ كيف حوالين الترابيزه دي ازاي؟ خلينا نبدا. طيب يا جماعه احنا بجد بنحب بعض قوي. طيب الفقره الاخيره زي ما وعدناكم، نبتدي معاكم الفقره الاخيره للفقره الاولى. في اخر فقره هنكون نتكلم عن، طبعا كلنا شفنا احتفالية قادرون باختلاف، وكلنا شفنا كمية الحاجات الإنسانية، شفنا كمان ناس بتجبر بخواطر، وشفنا أمنيات بتتحقق من سيادة الريس عبد الفتاح السيسي، وشفنا أمنية الطفلة بسملة محمد، مش الطفلة يعني البنت بسملة محمد، كمان كيف كانت أمنيتها إنه تركب طيارة وتحققت أمنيتها. هتكون منورانا في استوديو بسملة النهاردة، وكمان منال حسني. خليكم معنا في فقرتها عشان نعرف ازاي شعورها لما اتحققت امنيتها من سعاده الرئيس. خليني اني اقول لك حاجه، ان وانا بتفرج على يعني قادرون باختلاف، الموضوع كان، انا عارف احنا المفروض استنى بس للفقره، بس كل ما كنا بنتفرج على الموضوع ده فعلا قد ايه كان سياده الرئيس احساس الاب كان موجود، قد ايه كان محتضنهم، حتى الخروج، حتى وهو بيتكلم على المسرح قدام المايك، قد ايه كان الاحتضان، وفعلا ساب السكريبت من كتر ما البنت مستجيبة معاه، وهي كمان أصلا مش مصدقة إن هي واقفة مع سيادة الرئيس. فطبعا يعني ربنا يخليه لينا كده ويحفظ مصر وكل الشباب يا رب كده، ويكون دايما مصر في مزيد من التقدم. طيب من خلال بقى فقراتنا كده اللي هتكون معانا النهاردة، موضوع كده دمه خفيف جدا جدا، بيتكلم عن السفر كده، زي إيه مثلا السفر عبر الزمن. لو أنت بقى كده عايز ترجع بالزمن، ترجع بأني زمن؟ عايز تروح للستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات، وعايز ترجع ليه؟ فهنستنى بقى مداخلاتكم كده ونعرف ايه السبب ان انت ممكن تكون حابب ترجع فيه للزمن او تشوف فيه المستقبل. خليكم معانا. حلو قوي الموضوع ده، لذيذ قوي، عشان انا اكيد هقول لك رايي فيه يعني. يعني هشوف لو جه الدور عليكي في السؤال بقى اسالك. طيب هو ده يا جماعه اللي بيحصل قبل اللي بيحصل قبل الهوا يا جماعه، لازم نغير الموضوع. بس صدقيني مش الموضوع ده، شفتي بتطلع الحلقه دمها خفيف. انا لحد دلوقتي بنهج. شفتي وفوقتي كنت داخله نايمه. لا مين قال؟ اشتكوا بره في الاداره، انا قلت لهم انا هفوقها يا جماعه، محدش ليه دعوه، انا هنكشها دلوقتي بكلمتين هي هتفوق. ماشي يا شريف اتفضلي. حصل احنا قاعدين على الهوا. انت اكيد جاي على الهوا. طيب اما دلوقتي هنتكلم معاكم عن واقعه حصلت وتابعناها كلنا على السوشيال ميديا، وهي يمكن الفترة اللي فاتت بقى فيه اهتمام كبير قوي 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 بالرفق بالحيوانات. ويمكن احنا هنا من خلال انبوكس دايما كنا بنهتم جدا بالمواضيع دي وبالناس اللي بتتبنى فكرة
فكره انه لما يشوفوا حيوانات في الشارع، حيوانات اليفه سواء قطط او كلاب، ممكن ينقذوهم من خلال طبعا الاستجابه السريعه، وبيامنوا لهم حياتهم، بيقعدوهم في شيلترز. وغير كده طبعا بنتكلمنا كتير قوي عن التطعيم وعن التعقيم وكل ما يخص الحيوانات الاليفه. الحقيقه انه الفتره اللي فاتت انتشرت واقع على السوشيال ميديا، شفنا كده المذيعه منى فاروق يمكن هي وثقت الموضوع ده، وكمان كان يعني اتعاملت بشكل ايجابي وفعال جدا مع سايس في الشارع كان بيضرب كلب بلدي في الشارع بعصايه خشب كلها مسامير، وللاسف يعني الكلب اتعرض لاصابات بالغه جدا من الوحشيه ومن المعامله القاسيه اللي كان بيعملها السايس للحيوانات. الحقيقه احنا لما بنشوف الامثله دي في الشارع وبنشوف انه شخص ممكن يبقى متخيل ان الحيوان ده انسان، اي حاجه جماد ما بيحسش ملوش روح، ممكن نعامله ولا ناكله ولا نشربه، لو ضايقنا في الشارع نضربه ونحبسه. الحقيقه ان احنا دلوقتي في مؤسسات خيريه كتيره جدا ومؤسسات مجتمعيه بتحارب الموضوع ده وبتحاول تقلل من الظواهر العنيفه اللي بنشوفها. منى فاروق الحقيقه حراره محضر في الاسم، وتم الاستجابه وتم تغريم السايس 15,000 جنيه طبعا نظرا للمعامله القاسيه اللي كان بيعملها. ودي اول حاجه احنا نعرضها، فكره انه يتم الاستجابه السريعه بشكل قانوني للمعامله القاسيه للحيوانات. يمكن ما تمش الاستهانه بالقضيه دي خالص. بصي، هو الملفت في الموضوع اكتر، واللي بنحاول ان احنا كمان من خلال دورنا كاعلاميين ان احنا بنسوق ان ازاي القانون هنا فعلا، انا اقصد الكلمه ان احنا ازاي بنسوق ان القانون فعلا كان رادع، ان ازاي يكون في استخدام عنيف لكلب في الاول او في الاخر او لاي حيوان لا حول له ولا قوه في اي حاجه، وان كمان يكون في اذى بالغ زي ما انت قلتي يا نوران بعصايا فيها مسامير، ده شيء غير انساني ومحرم حتى دينيا. فانا مش فاهم ايه المغزى ان ممكن حد اصلا يروح يؤذي حيوان او يكون عنده الرغبه ان هو يحبس حيوان او يؤذي حيوان ماشي، مجرد ان هو ماشي في الشارع. ممكن يكون شفنا كتير جدا شيلترز وناس كتير اتبرعت علشان ان هم يحتووا مشكله الكلاب مثلا الضال او كلاب الشارع زي ما كلنا عارفين الاسم المصطلح، انه كله بيكون الناس ممكن تكون في المناطق السكنيه يكون عندها حاله تاذي مثلا من وجود الكلاب، فبيكون في طبعا تبرعات كتير، وكان من اشهر التبرعات دي كابتن محمد صلاح طبعا اتبرع لحكايه الرفق بالحيوان في مصر، وان ازاي احاول نسيطر على الموضوع ده في الشارع علشان ما يكونش في اي حد بيتعرض ان هو يكون خايف وهو ماشي، في بنات وفي امهات وستات طبعا بيكونوا خايفين جدا من وجود الكلب، بس ده مش معناه ان احنا ممكن ناذيهم بمجرد ان هو معدي بس، فاحنا مجرد لا هناذيه نضربه او نسممه بالزبط. كمان يمكن في حالات كتيره قوي الناس بتبقى ساكنه في شارع وبيبقى عندها كلاب كتير جدا في الشارع بتضايقها، فهم بيحطوا لهم اكل للاسف، بيحطوا لهم سم عشان يموتوا. ويمكن ده كان حصل عندنا في الشارع عندي، انه كانت واحده جارتنا حطت سم الكلب كان عايش بقاله سنين وما كانش بيأذي حد. لا انت متضايقه كلمي الشرطه او النجده او اتصلي باي شلتر تعرفيه انه يجي ينقذ الكلب او ياخده ويبعده، انت منك ترتاحي وفي نفس الوقت تحمي روحه يعني، لكن حرام الاذى يعني. بصوا، احلى حاجه في الموضوع انه رده الفعل بطريقه قانونيه كانت سريعه، وزي ما احنا شايفين كل الحاجات اللي عم نسلط الضوء عليها بانبوكس بقصه تحرش السوشيال ميديا او كل الحاجات الوحشه اللي عم تحصل في البلد، عم بيحصل عليها رد قانوني بشكل سريع جدا. فالموضوع ده عم بيخلي الناس تبعد، عم بخلي الناس تفكر قبل ما تتصرف في اي حاجه. وزي دلوقتي ما حصل، اخذوا رد قانوني سريع وعملوا غرامه 15,000. فدلوقتي لما الواحد قبل ما يتصرف او قبل ما يحاول يأذي حيوان بطريقه، وانت عم تقول كان محرم دينيا، هو محرم دينيا وانسانيا كمان. طبعا. فالموضوع ده قبل ما يعمل اي حاجه دلوقتي هيفكر، لانه عارف انه في قانون راح يعاقبه عليه. صح. نفس الحاجات الثانيه برضه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، فقصه ان القانون عم بياخد مجرب بسرعه. طيب. ده موضوع بصراحه بيرفع الراس، بيخليك عايشه في بلد تحس حالك انت مرتاحه. خلينا هنتكلم اكتر عن الموضوع مع المستشار ميشيل حليم طبعا، المحامي الاعلاميه منى فاروق. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم، ايه الاخبار؟ تحياتي يا فندم، انا سعيد. شرفنا يا فندم في انبوكس. تحياتي يا فندم، انا اتشرفت. سياده المستشار، برضو حابين نتكلم مع حضرتك، برضو نعرف ايه الاجراءات القانونيه اللي المفروض كانت تتبع في حاله زي الحاله دي بالظبط، عشان برضو يكون واضح اكتر للساده المشاهدين. هو مبدئيا في الحاله اللي احنا اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، احنا وجدنا اهتمام من الشرطه لاول مره.
طبعا. يعني احنا واضح ان الاهتمام بيتناسب مع الجمهورية الجديدة اللي احنا بنسعى نكون فيها في التطوير اللي احنا ماشيين فيه طبعا في الدولة بصفة عامة. مظبوط. هو المادة الخاصة 355 من قانون العقوبات الخاصة بتعذيب وقتل الحيوانات دي موجودة من فترة ولكن كانت غير مفعلة من ناحية العملية. تمام. يعني كنا نلاقي غالبا المحاضر اما بتتحفظ او ما بنلاقيش رد فعل قوي من المحكمة او بنلاقيش وضع عامي. ولكن طبعا اللي حصل المرة دي ان اسم شرطة مصر الجديدة والاول مرة لقيناها تم امام غير عادي وبعد جاب السايس المتهم في هذه القضية لسؤاله وعرضه عن نيابة محبوس والنيابة طلب التحريات وعودته يوم تاني فتحبس حوالي يومين على ذمة التحقيق ثم بعد كده أحيل للمحاكمة الجنائية. النيابة طلب التحريات والتحريات أصفرت عن صحة الواقع. هو الولد ده كان سبق وتعذب كلب أو مجموعة كلاب موجودة في الشارع أكثر من مرة. واقعة متكررة يعني يا فندم. بالظبط كده. كانت حضرته دكتورة منة فاروق حضرته باللسان يعني وجهت له انذار ان ده لو اتكرر تاني هتاخد ضده اجراء. المرة الثانية بلغتني وبالفعل هي اتحركت يوم كامل فضلت بقى وقتها وكانت متواجدة في قسم الشرطة. تمام. وهي كانت بتتكلم بالثقة دي لأن كانت مجموعة الكلاب دي هي كانت بتعطف عليهم وكان سبق تطعيمهم يعني ما كانتش ضارة بالبشر يعني كانت طلبت لهم الطب البيطري والطب البيطري كان طعامهم. المحكمة حكمت بتغرينه والتعويض. طبعا اشترك طبعا انا تدخلت بصفتين، الصفة الأولى عن الإعلامية منة فاروق ايوه لأن هي الشاكية والصفة الثانية عن جمعية أسمى لرفق بالحيوان واللي ادعينا مدني واخدنا الإجراءات وكان في ناس من الشهود من الجيران. والحقيقة إن في بعض الشهود من الجيران تعرضوا لبعض الأذى والمحاضر والبلاغات الكيدية من بعض الناس اللي كانت عايزة تمشي الكلاب وهي مستمرة لحد دلوقتي. فالحمد لله إن بقى في رضا عام والحمد لله إن بقى في جديد. طب كلمنا عن الحكم. نعم يا فندم. كلمنا عن الحكم، هل تم صدره على طول ولا أخذ وقت؟ لا بالضبط. هو الشكوى اللي احنا قدمناها او البلاغ اللي احنا قدمناها كان في فترة قبل الأجازة القضائية وبعد الأجازة القضائية على طول اتحدد جلسة ليها واخدنا حكم خلال شهرين ثلاثة يعني على طول تقريبا. طيب سيادة المستشار انا حابة اعرف من حضرتك يعني اثناء تقدم الإعلامية منة فاروق بالمحضر ده في اسم الشرطة تم التعامل مع الموضوع ازاي؟ يمكن دي اول قضية يتم الحكم فيها بالنسبة لحيوان يتم ايذائه في الشارع طبعا ودي حاجة طبعا ايجابية جدا تخلي الناس انها تبطل اذى للحيوانات الاليفة اللي في الشارع، ولكن ازاي بقى تم التعامل مع الموضوع ده اثناء التقدم بالمحضر؟ هو بداية من اسم الشرطة واضح ان الاعلامية منة فاروق كانت يعني اتكلمت في الموضوع من قلبها فده طبعا كان هز مشاعر الناس اللي موجوده كلها في القسم. السيد المأمور رئيس البحث حركه في الحال وبعثوا ضبطوا الولد لان هم هي وضحت وشرحت ازاي مقدار التعذيب اللي تم على حيوان لا حول له ولا قوه بالظبط التعدي عليه بالتعذيب والاكثر من مره. كمان بتقول قلت حاجه مهمه جدا ان هو غير مؤذي يعني هو كمان اصلا مطعم وغير مؤذي لاي حد يعني ما فيش مثلا دي حقيقه هي هي انا كنت يعني جه في على لسانها في محضر في محضر الشرطه ان هي كانت بتقدم لهم من وقت للتاني في الحر ميه اكل يعني من باب الرحمه. طبعا والموضوع ده متعلق قبل القانون بالانسانيه والرحمه. طبعا كان مجلس النواب المصري كان وعد ان كان في مشروع قانون لتنظيم حيازه الحيوان ده حقيقي لو حق حياه الحيوان وكان في تشديد لهذه العقوبه المقرره في نص الماده 355 من قانون العقوبات. ده حقيقي يا فندم. والى تاريخه يعني احنا بنناشد مجلس النواب بسرعه اصدار هذا القانون لانه مهم امر بيتعلق طبعا هو تعذيب الحيوان من عدمه انا شايفه متعلق وبيعكس حضاره الشعوب. يعني انا شايف ان هو شعب متحضر لا يمكن يصدر منه هذه الافعال ابدا يعني. ولازم يبقى في رضا عام لان طبعا لكل قاعده شواذ اكيد طبعا كل شعب بعض الناس اللي بيقروا عن القانون
فممكن من اسباب المساعده للخروج عن القانون هو عدم وجود رضا عام. وبالتالي اصبح ان في رضا عام ده من شانه ان هنلاقي تصرفات اخرى مغايره تسفر عن تحضر الشعوب. طيب سياده المستشار برضو انا حابب اعرف من حضرتك ويكون واضح برضو للساده المشاهدين، هل العقوبة التعذيب بأي حيوان بتكون مثلا في السياق بس ان هي غرامة مالية ولا ممكن توصل للحبس؟ لا لا، هي العقوبة العقوبة متراوحة بين الحبس والغرامة، الحد الأقصى للحبس 6 أشهر، ده حد أقصى في العقوبة 6 شهور. 6 أشهر تمام. العقوبات اللي احنا طالبين من مجلس النواب تطويره يعني تعديل تشريعي فيه يعني تمام. والحد الأدنى هي الغرامة. طيب سيادة المستشار، في حالة الحبس يعني لو مثلا شخص أذى كلب أو حيوان لدرجة الموت مثلا، ولا إيه الحالات اللي ممكن يتم فيها الحبس؟ والله هو المادة على وجه العموم اتكلمت على الحالتين، على الحبس آسف اتكلمت عن التعذيب أو القتل، سواء القتل بالسم أو القتل الوحشي. فالمسألة هنا تقدرية القاضي الموضوع طبعا ما بين التعذيب للقتل إن هو يدي عقوبة إيه؟ وإحنا طالبين طبعا تجديد هذا العقاب يعني. طيب هل دي أول مرة بيحصل حد بيرفع قضية زي دي؟ والله هو كان في بعض القضايا لكن ما اتحققتش كويس، ما نالتش حظها من التحقيق. يعني ما واضح إن ممكن يكون ضعف أو قصور في بعض السادة المحامين اللي حركوا القضايا، إن هم ما قدموش أدلة كفاية للنيابة، أو ما كانش فيه من جهة التحقيق الاهتمام الكافي في ظل وجود قضايا أكبر من كده. لكن دلوقتي في ظل الجمهورية الجديدة أعتقد ابتدى يبقى فيه اهتمام بمثل هذا النوع من القضايا، وهو مهم متعلق بالانسانيه متعلق بالرحمه والرأفة. ايوه، ولازم نعرف ان الشخص اللي بيعمل كده هو انا بطلب اضافه عقوبه ليه، مش مجرد الغرامه ولا الحبس وبس، احنا نشوف حالته النفسيه عامله ايه. بعض الابحاث قالت ان دي تصرفات بتصدر من المرضى النفسيين. طبعا انا مبسوطه انه كمان حصل مع مذيع الكلام ده، لانه سبيشالي السوشيال ميديا صارت مسلطه الضوء على الموضوع ده، فالناس دلوقتي هتقدر تعرف. اما لو انسان عادي كان قدم القضيه دي او رفع القضيه دي، ممكن الناس ما كانتش هتعرف انه صار الموضوع عليه غرامه 15000 جنيه او زي ما حضرتك كنت بتقول الحبس لمده 6 شهور. فالموضوع ده لا، بالعكس الناس هتعرف، فان شاء الله الناس كمان تصير عندها رفق في الحيوان وتعامله بطريقه احسن. بالظبط. وانا انا 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 طبعا انا كنت حاليا انا بكتب مشروع قانون هيتقدم عن طريق احدى الساده النواب لتشديد العقوبه ووضع عقوبه تبعيه للعرض على الطب النفسي لكل من فعل ذلك الجاني في هذه القضايا. انا شايف الجاني في النوع ده من القضايا حد مريض نفسي. طيب سياده المستشار، يعني بما ان حضرتك عضو في جمعيه للرفق بالحيوانات، تنصح الناس بايه مثلا الناس اللي ساكنه في شوارع فيها كلاب كتير قوي وبداوا يتضايقوا من الموضوع ده، منها انه احنا ما ناذيش الكلاب لانه في تصرفات بتبقى غير مسؤوله احيانا بتوصل للتعذيب زي ما احنا شفنا الحاله اللي معانا، وممكن كمان تسميم الكلاب. يتصرفوا ازاي لو عايزين ان هم يعني يتخلصوا من الكلاب دي في المنطقه اللي هم ساكنين فيها وفي نفس الوقت ما ناذيهمش؟ والله انا هو الاجراء القانوني هو ان احنا بنتصل بالطب البيطري لو في بعض الحيوانات الضاره او بعض الحيوانات اللي بتسبب اذى للبشر، الطب البيطري بيتعامل معاهم وفقا للقانون. واما بالنسبه للناس اللي بتتعامل بلا بايديها فبنخاطبهم دلوقتي ان اصبح في قانون في رضا عام هيعرضوا نفسهم للمساءله القانونيه. وده بطلب من الناس على وجه العموم التقرب من تعاليم دينها اللي فيها قائمة في كل الأديان على حسب الرأفة والرحمة والإنسانية. نرجع لإنسانيتنا تاني يعني. طبعا سيادة المستشار، حابين نشكر حضرتك على التوضيح معانا، شكرا لحضرتك. طيب انا في حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي انا لازم قبل ما ننقل على الفقره اللي بعديها، بس هي حته لازم تبقى واضحه وصريحه، لان في تعديل في القانون طبعا وهو لسه ما تصدقش عليه، ان القانون ده بيقول ان اي حد هيقدر يمتلك كلب لازم هيكون الكلب ده مسجل وليه شهاده. وعارفه زمان كده لما كنا بنشوف دايما في الافلام بيكون ليه زي اي دي محطوط في رقبته او اي حاجه، هو ده بالفعل اللي هيطبق في مصر على الجميع، ان ده الموضوع في الاول او في الاخر، ان ظاهره انتشار الحيوانات الاليفه في الشارع سواء القطط او الكلاب دي اصلا جايه من بيوتنا، جايه من اي حد ربى كلب مشاه او ربى قطه او مشاها، فمع ذلك بيحصل الانتشار المكثف ليهم. فده هيكون في قانون، يا ريت كمان
في الايام القليله ان شاء الله اللي جايه هيبقى هيكون واضح ويكون متصدى عليه ان شاء الله. فيا ريت ده حاجه لازم تكون واضحه للساده المشاهدين انتوا تتابعوها وتعرفوها، عشان اي حد بيمتلك كلب او حيوان بصفه عامه يعرف القانون ويتفادى اي اخطاء ان هو يقدر يخش فيها يعني. حلو قوي، حلو قوي سجدنا جدا. لا بصوا بجد زي ما قلت قبل شويه وبرده برجع بعدها تاني، وفي قصه حصلت قبل برمضان اللي فات، كنت انا مع صاحبتي وبرده هي ممثله سلمى ابو ضيف، كنا ماشيين في العربيه لقينا عربيه قدامنا مطلعه الليش تبع الكلب بره، والكلب بره وهي عم تمشي في العربيه والكلب طلعاه من قرفته عم بيركض بتلعب يعني. لا هو مش بيلعب، فسلمى وقفت قالت له انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتعمل كده ابصر شو؟ قال لها وانت مالك؟ فراحت سلمى مصوره الانسيدنت دي ومنزلاها على السوشيال ميديا. كميه الناس، واخدت طبعا رقم العربيه وتصرفت كامل التصرفات بطريقه صح سلمى، برافو عليها. في ولانه عندها كمان فولورز كتير على الانستغرام، فالناس ما كانتش بتمشيهم يعني، بس في ناس بتمشي فعلا كلابها كده او بتمرنهم. هو بيجري بالعربيه، هو مش لا بيعذبه يعني حاجه ثانيه. لو بتشوف الكلب يعني حرام يعني على فكره، هو لو طلع مطب او ممكن الكلب يتاخد في العجله تروح رجله يندعس. ففي ناس، فلما سلطت الضوء برده على الموضوع ده بال على السوشيال ميديا ونزلت ستوريز وكده، صار في ناس يبعتوا لها انه في مبادرات بتعمل كده للكلب، اي كلب بيشوفوه مثلا بيعذبوه بالعكس بيروحوا بيقدروا يجيبوه من رقم العربيه، بيشوفوا من صاحب الكلب، بعديها بيعملوا كل البروسيجر دي. فالموضوع ده بصراحه لازم كل الناس لما تشوف اي كلب او اي حيوان عم بيتعذب بالعكس اشكوا على اللي قدامكم، صوروا الانسيدنت وروحوا قدموا فيها بلاغ. يمكن الناس فعلا بدات تتصرف بشكل ايجابي جدا، والتحرك السريع من الشرطه وانه يتم تحرير محضر وانه كمان يتحكم فيها بسرعه كده في قضيه يمكن جديده من نوعها علينا في مجتمعنا، دي طبعا حاجه هايله جدا. واعتقد انه يمكن لما القضيه دي احنا عرضناها كده في البرنامج، اي حد هيفكر يؤذي كلب او حيوان او قطه ماشيه في الشارع هيفكر الف مره، لانه هيتعرض طبعا لغرامه والتعويض والحبس كمان. احنا كده فقرتنا الاولى خلصت، لسه طبعا مكملين كلامنا بقى، يعني هنتكلم دلوقتي عن فكره تخيليه كده شويه، ندخل بالخيال بقى ونفصل من الواقع ونتخيل كده حياتنا. لو حبينا نرجع بالزمن لورا، هتحب تعيش في انهي زمن؟ وايه الحاجات اللي هتحب ان انت تلغيها من حياتك؟ وايه الحاجات اللي انت تحب ان هي تحصل في حياتك؟ ولو عدى او رجع بيك الزمن لورا، نفس الاحداث هتتمنى ان هي تتكرر ولا هتغير منها حاجات كتير قوي؟ خلينا كده نتناقش مع الزمن لقدام، او كمان لو طبعا عندك برضو امكانيه ان انت تطلع بالزمن لقدام في المستقبل، حابب ان انت تشوف قدام هيبقى فيه ايه ولا لا. بس انا اعتقد انه معظم الناس هتحب ان هي ترجع لورا الاسباب كتيره جدا هنقولها لكم في الفقره دي، وانتوا لو عندكم اي افكار كده كلمونا برضو واتصلوا بينا هنسمع ارائكم. بصي هو الحلو في الموضوع ده، عارفه لما بتيجي تتكلمي على حد او على موضوع يقول لك الموضوع ده ما يختلفش عليه اثنين. ايوه، فهو الموضوع ده فعلا ما يختلفش عليه اثنين. مين فينا ما عادش قاعد يقول انا بس لو يرجع بيا الزمن؟ هي الكلمه دي. فده كان الموضوع جدلي شويه ما بيننا هنا ان احنا نتكلم فيه، ان طب ما نطرح الموضوع ده على الناس نشوف لو كل واحد عايز يكون يرجع بالزمن او يطلع بالزمن لقدام. ممكن يكون اللي عايز يطلع بالزمن لقدام ده صاحب فضول شويه، لكن ممكن معظم الناس عايزه ترجع لورا، عايزه ترجع مثلا لزمن الستينات والسبعينات والثمانينات، اللي فيه يشوف مثلا ان لا يا عم ده الستينات والسبعينات ده كانت مفيش سوشيال ميديا، ده كانت الدنيا احلى والطف، ده كانت المشاكل اقل. صح. بس انا اعتقد ان كل زمن بيكون ليه مشاكله، كل زمن ليه ضغوطه، كل زمن ليه مصاريفه. في ناس يقول لك عم لا ده زمان مثلا مش عارف، كنا بنسمع في الافلام الابيض واسود مثلا مثلا قرش ساغ، بتسمعي حاجات زي كده ما اعرفش بيشتري ايه او كده. أيوة. فكل هو كان ساعتها الناس تقبض 3 جنيه و4 جنيه وده كان يبقى غني جدا يعني. ما هو ده كان رقم. ففي الناس فاكره ان هي لما هترجع دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده للزمن بتاع زمان هيقولوا ياه ده احنا كان زمان يبقى معانا فلوس اكتر. لا، هو زمان كان بيحسبها زي ما انت دلوقتي بتحسبها، زي ما قدام بعد 10 سنين 20 سنه تقول ياه ده انا زمان كنت كذا. فهو ده مصير العالم. فاعتقد دي حاجه ما لهاش علاقه ان احنا نرجع بيها للزمن لو هنتكلم أنا فيها. انا عايز ارجع بالزمن بس لامتى؟ ليه؟ ايه؟ ليه ولا لامتى؟ خلينا نعرف ليه. سؤال بعدين ليه؟ عايز ارجع في فتره الخمسينات والاربعينات، رجعي قوي قوي. خلاص خلاص عشان أيوة. اللبس يعني هلا تقول لك عشان البس الفساتين ده كده. سبب تاني أيوة. سبب عشان مش عايزه سوشيال ميديا ولا هاي تكنولوجي في حياتي خالص. عايزه الحياه البسيطه الهاديه. انا عايزه اسالكم سؤال وانتوا جاوبوني. ماشي. انتوا حاسين انه دلوقتي السنين بتعدي بسرعه، يعني من سنه للسنه
بتحسي انه نيو ييرز جاي على طول صح؟ الايام بتجري. أيوة زمان احنا صغيرين مفيش ايام كل الناس تقول لك السنه ما لحقناش نعمل فيها حاجه، يا دوب كنا بنحتفل بنيو ييرز خلاص السنه الجايه اهو جايه. ايوه لانه بقيتي تشتغلي اكتر، بقيتي تقعدي في الشوارع اكتر، بطلتي تقعدي لحالك بالبيت، صار عندك سوشيال ميديا، صار عندك تضيع وقت، صار عندك بالظبط بتضيعي وقت كبير جدا بره وحاجات يعني قبل كنت تضيعي وقتك، الست مثلا كان ضيع وقتها في البيت تقعد تطبخ وتعمل معجنات ومش عارفه ايه، الراجل كان ينزل الشغل ويرجع البيت، فده كان شغله عنده دوام معين من وقت لوقت. اما نحن دلوقتي لا، بتروحي من الشغل الصباحي لشغل المسائي، من المنطقه دي للمنطقه دي، صار في زحمه صار ولو قاعده ماسكه الموبايل مثلا قاعده على الفيسبوك ما كانش في قبل عربيات فما كانش في زحمه سير، فالمشوار اللي كان ياخدك دلوقتي بياخدك ساعه ونص، قبل كان ياخدك ربع ساعه، انه ما فيش حاجات زي دي. لا دلوقتي خلاص بقى الزحمه دي اتعالجت بقى يا هيا بقى. لا لسه ما اتعالجتش، لسه الزحمه اتعالجت بقى خلاص. لا بعد كل الطرق اللي بتحصل دي لا خلاص بقى مش في زحمه، بس سلوك الناس لسه محتاج يتعالج شويه. الافراد بس انا بتكلم برده حته طبعا يعني فرقت معانا كتير كنا طبعا. بنيجي يعني انا وانت عارفين كنا بنيجي بناخد مثلا ساعه ونص في فرق كبير يعني. لا بصوا انا يعني ضد الموضوع تبع نوران حته انه لا السوشيال ميديا وكده، لا 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 انا بالنسبه لي السوشيال ميديا لا السوشيال ميديا عملتنا احسن، علمتنا، بطل في جهل. قبل حياتي مبلا كان في جهل، قبل دلوقتي ما فيش، كل حاجه بتقدر تطلعيها. الناس صارت تعرف معلومات اكتر، لانه اي حاجه انت عاوزه تعرفيها دلوقتي الناس كانت بتقرا زمان لو اكتر الموضوع من الكتب، بس برضو كان اصعب يعني، كان لازم تروحي على مكتبه لتطلعي الكتاب لتعملي. لا دلوقتي وانت قاعده يعني انا بالفاصل دلوقتي ممكن افتح تليفوني اقرا لي اي حاجه، استوعب منها حاجات، اتعلم حاجات جديده. بالعكس انا مش ضروري اسافر لاتعلم، دلوقتي بقيت اتعلم كل حاجه باللي بتوصل لي كده. لا انا مركزه معاك والله العظيم. لا بتحضر لك هي، هو الشيطان دخل ما بينكم وقاعد اهو على الترابيزه دي يا جماعه. والله مركزه مركزه. لا بس كل حاجه بالعكس صارت اسهل، الناس صارت تقدر حتى مش ضروري تسافر، صارت كل حاجه على زوم وعلى سكايب وعلى الحاجات دي وفيس تايم. بالعكس صار في حاجات كتيره اسهل، الحياه صارت بقت اسهل من قبل بكتير، حتى الاكل، حتى كل حاجه. بس انا مستني الدخله، انا سكت، انت بتبصي لي عشان ارد؟ انا مش هرد. لا انا عاجبني رد فعلك، عملت بص رايح جاي مستني. انا انا مستني. بصي يمكن اللي انت بتقوليه ده صح، ولكن انا بحس انه الوضع بتاع القعده اللي هو الهجوم يا جماعه اتفضلي يا فندم. لكن انا بحس انه زمان كان في بلاجر اكتر، كان في مجهود بيتعمل عشان الحاجه تطلع صح. يعني لو انت عايزه تعرفي معلومه هتروحي المكتبه وهتقعدي، هيبقى عندك الكواليتي تايم ان انت تفتحي كتاب وتقري، فهيبقى معلوماتك يعني اولا مؤكده من مصدر موثوق فيه. تاني حاجه انت عندك التايم او الوقت اللي انت بتعمليه لقرايه كتاب معين. نازله مثلا تعملي رياضه، هتنزلي تعملي رياضة بشكل معين. خلينا نقف على اول بوينت، مش لازم اجيب لك الحاجه واحده واحده. ايه اللي موقفك دلوقتي في الزمن ده انك تعملي ده؟ بقت زحمه جدا لدرجه انه انا لما بقعد انا بقول لك انا بعمل عادات سلبيه كتير انا مش موافقه عليها ومش راضيه عليها. انه انا لما بقول انا هقوم اعمل كذا، انا رايحه الجيم مثلا، ماشي. افضل فاتحه الفيسبوك، اوكي، من كتر ما انا قاعده بسكرول خلاص وقت الجيم عدى، سحب مني ساعتين ثلاثه. أيوة بالظبط صح. فما بروحش الجيم، اوكي، ما بقومش مثلا اعمل حاجه مفيده لنفسي. ليه؟ لانه اوريدي السوشيال ميديا خدت مني وقت، خصوصا لما تلاقي حاجه بقى فيها ديبيت على السوشيال ميديا، خناقه، مشكله، ترند. فانا بقول لك انه هي ليها ايجابياتها طبعا، ويمكن ايجابياتها الموضوع الاولاني بتاع الاعلاميه منى فاروق ان هي عرضت حاله والناس تفاعلت معاها، ده شكل ايجابي للسوشيال ميديا. ولكن على الجانب الاخر لا، في عادات سلبيه كتيره جدا. فكره بقت السوشيال ميديا يا جماعه. احنا كده رحنا لا لانه دي اكتر حاجه. لا على فكره دي من اكتر الحاجات اللي بتاثر بين الحياه دلوقتي والحياه اللي قبل. طيب احنا بنتكلم ان السوشيال ميديا ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي نوران وهيا هنا اختلفوا عليها في السوشيال ميديا. في حد مع ان السوشيال ميديا لا، لو رجعت بقى عايز ارجع بالزمن عشان ما يكونش فيه سوشيال ميديا، وهيا شايفه ان الموضوع لا فعلا ان السوشيال ميديا مفيده. طيب احنا بنتكلم في الاول او في الاخر ليه ممكن نكون اصلا عايزين نرجع، مش شرط يكون سبب السوشيال ميديا بس. يعني مثلا ممكن اكون عايز ارجع لارتباطي لاشخاص معينه، مثلا مثلا ما شفتش مثلا جدي مثلا، فنفسي مثلا اعرف لما بسمع، عارفه الحاجات اللي ممكن نتربى عليها جداً في البيت، فدي الحاجات اللي ممكن انا كشريف اختار ان انا ارجع لها، ان اعيش مع جدي اكتر، مع جدتي اكتر، مع خالتي، مع خالي، مع الناس اللي مشيت وسابتنا بدري. فده ممكن يكون ده سبب برضه، ده سبب من ضمن الاسباب. بس دي يعني دي حته مثلا
رحنا دلوقتي حاجات ايموشنال اكتر. ايوه بس احنا عم نحكي ان جنرال بالحياه. طبعا كلنا نفسنا نرجع نشوف امي اللي توفت وجدتي اللي توفت وكده كده كده كلهم. حلو. فاكيد نفسي ارجع، بس ده مش انه عم نحكي ان احنا على زمن، مش على سنين، فاهم؟ ما هو ده زمن. لا زمن، زمن 10 سنين، 20 سنه. لا ما هرجع لهم مثلا لو انا رجعت عشان اكون لا ما انا هكون ثانيه واحده، والدتي مثلا ما اتجوزتش، بيتحكي لي مثلا حاجات في البيت، ده وهو صغير مثلا كان بيحصل 1 2 3 4. لا ده زمن، ده ثمانينات سبعينات، فده كده اصبح ان انا دخلت يعني في حقبه زمن معين. يعني ممكن كده اساعدك، حتى لو قلت لي عاوز تشوف مثلا عبد الحليم، ولا عاوز تشوف ام كلثوم، عاوز تكون هذا معي الدنيا برضو من التكنولوجي اللي حصلت، صار في شيء اسمه هولوجرام. طب ما انت عم بتشوفيهم صرت بالهولوجرام، بس بلاستيك يعني إيه؟ فيك يعني، بس هي فيك بس ستيل نوت ريل، بس ستيل بس بس دلوقتي السنه دي لما من سنتين ولا من سنه عملوها في السعوديه لما عملوا الهولوجرام، اوكي دي بقت شويه، بس لسه انت لما يصير المتا. طب انا هسالك سؤال، بعد سنين هسالك سؤال، هتصيري تشوفيه احسن. هسالك سؤال، زمان في العيد ورمضان كنت بتستمتعي وانت بيبي وانت صغيره اكتر ولا دلوقتي؟ حتى مع الخيم الرمضانيه والاجواء اللي احنا بنعيشها في رمضان، مسلسلات، الحياه اتطورت، بس انهي وقت كنت بتستمتعي فيه بوقتك مع اهلك وعيلتك واصحابك، زمان ولا دلوقتي؟ بصي هي 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 يعني انا مشكله دلوقتي ما بستمتعش اللي هم قالوا. لا بتكلم على انه زمان كان في اوكيجنز كنت بتروحي تتبسطي بالعيد، بس احنا لسه كل عيد بنلف على البيوت كلها، وبالاخير بيجوا برضو عندنا. يعني انا الصبح بروح عند عرفتي عندي خاله 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 خال خال، بعديها بالاخر بصفي هو لسه محافظه على العادات دي. في ناس كتير بدات ايه قلت برد لي الزبونه. انت يمكن اوريدي متعوده على كده مثلا انت واسرتك، لكن في ناس تانية من كتر تطور الحياه والحياه بقى رتمها سريع جدا، بقت تنسى تسال على قرايبها، على جدها، على جدتها، على خالتها، على اقرب الناس ليهم اللي هم يمكن محتاجين السؤال بسبب التطور، بسبب ان انت مثلا ممكن تقضي اجازتك ان انت طياره ساعتين تبقي في بلد تانية تستمتعي بوقتك اكتر ما تعيشي مثلا او تقضي وقت لذيذ مع عيلتك. بس السوشيال ميديا دي فايداني انا شخصيا، عايشه في بلد مش بلدي، انا بكلم اهلي كل يوم فيس تايم. طيب بشوفهم بصوره وصوت. طيب يا جماعه ده شيطان؟ لا خالص احنا ده يعني ما بيننا. لا انا بهزر اكيد يعني، بس يعني ما بتختلفوش دايما كده على الهوا يعني، فانا قلت دايما طالعين بالهوا كده ملايكه ما شاء الله، وصوتكم مش اهو اهو اللي انا بتكلم عنه، بنحب بعض، وصوتكم مش طالع، فانا قلت برضو اقاطعكم كده يعني عن الموضوع. طيب يا جماعه بالمختصر المفيد كده ان بنتكلم ان لو رجعنا فعلا بالزمن ممكن تكون انت سالت نفسك السؤال ده، لو رجعت بالزمن كان هيحصل لي كذا وكذا وكذا، وده كان موضوع فقرتنا دلوقتي. هنطلع يعني لفاصل ونرجع كده عن احتفاليه. ايه ده ما اتكلمناش عن قدام؟ عن قدام معلش بقى. بكره ايوه يوم الجمعه، يوم الجمعه خلينا بس كده اللي هتخلص الفقره. كنت غيرت الموضوع. هنطلع لفاصل ونتكلم كده عن احتفاليه قادرون باختلاف كده، وهيكون معانا بنتين امارات جدا كده هيكونوا منورينا في الاستوديو. نطلع لفاصل ونرجع لكم على طول. يمكن لحد دلوقتي لسه متأثرين باحتفالية قادرون باختلاف اللي كانت الحقيقة كلها جبر خواطر وتحقيق للأحلام، ومنها حلم الطفلة الجميلة بسملة محمد الناجية من الحروب، اللي كان نفسها ان هي تركب طيارة، والحقيقة ان حلمها كمان ان هي تبقى كابتن طيار، وبالفعل حقق لها الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العظيم حلمها امبارح وركبت الطيارة، وكان كمان معاها الجميلة منال حسني اللي اتكلمت بكل لباقة قدام سيادة الرئيس في الاحتفالية، وهم منورنا في الاستوديو عشان نعرف منهم اكتر عن رحلتهم امبارح كانت عاملة ازاي. مش بس كده، كمان منورنا في الاستوديو والدة الطفلة بسملة محمد استاذة اسماء سلامة. اهلا بيك يا استاذة اسماء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا بسملة. الحمد لله. منال منورانا. نورك. ايه الجمال والحلاوة دي؟ ربنا يخليكي. عرفونا عن نفسكم شوية. انا منال، عندي 32 سنة، خريجة تربية نوعية برضو، وبشتغل في شركة ملابس. وانت يا بسملة عمرك كم سنة؟ بسملة محمد 9 سنين وفي شهر 4 تمام أبطال أهلي مصر، نفسي أطلع كابتن طيارة. ممكن تعلي صوتك عشان مش سامعاكي قوي. اسمي محمد، عندي 9 سنين في سنه 4 بطل ابطال اهلي مصر، بحب الرسم والتمثيل، نفسي اطلع كابتن طياره. ان شاء الله تطلعي. بتحبي الرسم، بتحبي التمثيل، نفسك تطلعي كابتن طياره. طب يعني بتفضلي ترسمي وتمثلي، يعني دي حاجه ودي حاجه مختلفين كتير على بعض، فبتقلي لو قالوا لك اختاري بين حاجه هتختاري ايه؟ يعني هتختاري تكوني رسامه او ممثله، ولا هتختاري تكوني كابتن طياره؟
كابتن طياره وممثله ومغنيه يعني كلهم مش هتتنازل عن حلمها. برافو عليك يا بسمله. طيب منال، احب اعرف منك عن الرحله امبارح، يمكن الاستجابه تمت بشكل سريع جدا تاني يوم على طول من الاحتفاليه. والحقيقه يعني احنا انا اتاثرت وانا بشوف قد ايه جمال وعظمه يعني سياده الريس وكمان جمال الاطفال والناس اللي كانوا موجودين في الاحتفاليه. حباكي تحكي لنا اكتر عن الرحله كانت عامله ازاي، وزرتوا ايه الاماكن الاثريه اللي رحتوا شفتوها من خلال الطياره؟ احنا طبعا اكيد بنشكر سياده الرئيس على المبادره السريعه دي ان يحقق حلم طفله صغيره. كان حلم صغير، هو حلم كبير بالنسبه لها بس صغير اكيد، فان هو يحققه لها دي حاجه كبيره جدا وفي السرعه دي. طبعا احنا اول ما رحنا كان بصراحه يعني كله مبسوطين بينا وبالاطفال، وكله كان مبسوط جدا. طبعا اول مره نركب طياره وكانت حاجه بالنسبه لنا حلوه جدا اكيد، وزرنا اماكن كتير قوي، شفنا مصر من فوق كانت تحفه، الاهرامات طبعا والنيل، لا حاجه كانت رائعه بصراحه. بس ما لا حسيتي في ايه لما اتحققت امنيتك على السريع كده؟ ومش اي حد حقق لك اياها، حقق لك اياها الرئيس سيادة الرئيس. حسيتي في ايه؟ كنت فرحانه قوي. كنت نفسك تاخدي معاكي حد؟ اتكلمي انت مكسوفه؟ مكسوفه ليه؟ انت كنت بتتكلمي بلباقه قدام سياده الرئيس، اتكلمي قولي نفسك فيه. موجوده كمان على الـ على الـ على الشاشه هنا. بصي بتطلعي ازاي، كنت منطلقه كل الناس عم بتشوفك دلوقتي. طيب نسال استاذه اسماء، احب اعرف منك من احساسك كوالده بسمله وخلال الاحتفاليه وهي قاعده قدام سياده الرئيس وبتتكلم طبعا عن احلامها وعن نفسها تعمل ايه وتمت الاستجابه السريعه دي، احساسك كأم وقد ايه دلوقتي في احساس ب باي حد نفسه في امنيه بتتحقق فعلا؟ صح بتتحقق. احساسك كان عامل ازاي؟ ده شرف لينا الاول ان احنا نقعد اصلا مع الرئيس، ويعني دي حاجه بصراحه حلم. هو حلم بس هو انا عارفه ان هو هيحققها لي، لان انا قلت يا رب يجبر بخاطرها. هو فعلا الشخص الوحيد اللي جبر بخاطرها، فهو حاجه جميله وفعلا شكرا ما تكفيش. انا بصراحه ولو عملت برضو مش هوفي، ربنا يبارك له يا رب ويجبر بخاطره زي ما جبر بخاطرنا، وجبر الخواطر دي حاجه جميله طبعا. وفعلا والله العظيم الدنيا دي كلها هو جبر خواطر، هو جبر بخاطر بسمله بنتي، فرحت خالص، وكانوا فسحه جميله ومقابله جميله ليها والدنيا كلها كان فرحانه بيها. سياده الرئيس ربنا يبارك له يا رب كده طلبت منه الصور، قال لها طبعا حبيبتي الصور معاكي، نفسها صوت الطياره، قال لها تركبي الطياره وبلغ في ثانيه والحمد لله تمت بخير. ربنا يبارك له يا رب ويصلح حاله وربنا يقدره على فعل الخير. امين. ربنا يا رب يناوله كل البير زي ما ناول بسمله. امين يا رب. طب منال انت اتكلمتي بطريقه يعني فظيعه. جميله. ما شاء الله. وبلباقه وبثقه. قولي لنا انت حابه تطلعي مذيعه؟ هو كان حلم من احلامي ان ابقى مذيعه في فتره كده قبل الحادثه ما تحصل، بس بعد كده بقى من الحادثه حصلت حسيت بانكسار شويه، اللي هو يعني في بقى اولويات دلوقتي، مرحله علاج، مرحله تاهيل نفسي، حاجات كتير كده كان الواحد بيمر بيها. فاجلت احلامي بقى. طب ممكن احنا نعمل لك بايت صغير من حلمك وانت دلوقتي تسالينا او تسالي بسمله، تسالي استاذه اسماء اللي انت عايزه تساليه، حاوري كانك مذيعه. يلا كانه انت مذيعه النهارده. اهلا وسهلا بيكي معنا في الاستوديو. اهلا بيكي. اهلا بالساده المشاهدين. حضرتك مامي بسمله، نحب نعرف اللي مرت بيه بسمله ده كان شعوركم ايه وقتها؟ دي حاجه كانت وحشه خالص. اكيد. ولغايه دلوقتي والله العظيم، بس انا دلوقتي في فرحه ما كنتش احلم بيها. هو عوضني خير بالضحكه اللي هو ضحكها في وش بسمله، والطياره اللي ركبتها بسمله، وحلم بسمله والصوره بتاعته مع بسمله، ده حلم وطلعني من حاجه يعني حاجه جميله. والله العظيم انا ما كنتش اتوقعها، هي حاجه جميله بصراحه. وتتمني ايه لبسمله في المستقبل هي وكل اللي بيمروا بنفس ظروفها؟ بتمنى لها يا رب تحقق حلمها والدنيا تبقى حلوه معاها، والدنيا كلها تبقى حلوه معاها باذن الله، وربنا يا رب. اكيد كلنا بنتمنى لها الشفاء يا رب. هي وكل مصابي الحروق يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المستشفى تكمل باذن الله ان شاء الله، وكل واحد عنده حلم يحققه ان شاء الله باذن الله.
شطوره يا منال والله بجد. هي عمرويه اصلا، مشروع مذيعه هايله. انا بقولها كملي كملي. انا حابه ان انت طبعا تكملي، بس انا كمان حابه اسمع منك أكيد. اكتر كضيفه، لانه انت زي ما اتكلمتي بلباقه قدام سياده الريس، انا حابه اسمع لباقتك دي دلوقتي معانا. يعني احساسك وشعورك ايه لما شاركتي في احتفاليه قادرون باختلاف وانت بتتكلمي قدام سياده الريس؟ عايزه اعرف منك قبلها تحضيرات، احساسك، شعورك، كنت بتفكري في ايه؟ يعني انا في وقتها اولا انا يعني ما كنتش متوقعه ان انا الموضوع هيبقى بالصعوبه في الاول كده، كل يوم بروفات بروفات بروفات، وطبعا ناس وحاجات جديده عليا ما بعملهاش في حياتي. انا بشتغل شغل خارج بعيد خالص عن المجال، فاللي هو يعني حاجه بالنسبه لي كانت جديده، فحبيت ان انا اشارك فيها. لقيت ان الموضوع لا بيبتدي ان انا بحبه وبرجع له، لا ده حاجه لذيذه قوي، ازاي انا بعيد عن الموضوع ده، لا ده انا لازم ابقى فيه ولازم اشارك. وكمان بما ان احنا اول مره نشارك كمصاب الحروق، دي كانت بالنسبه لي خطوه حلوه قوي، ان احنا نتشاف ونتسمع ويبقى لينا راي. صح. ويبقى لينا اختلاط بالمجتمع. محتاجين ان احنا ندعم قوي، ان احنا نبقى موجودين في وسط الناس، ما نبقاش مثلا لا انا بعمل حاجه صغيره فانا هعمل دي بس، لا انا محتاجه ان انا اندمج في المجتمع، محتاجه ان انا يبقى ليا راي واشارك في حاجات كتير قوي. فبصراحه ده كانت محطه حلوه جدا لينا، والحمد لله الحمد لله ان هي موضوع. ايه اللي اتغير بحياتك بعد الاحتفاليه؟ لا حاجات كتير، حاجات كتير قوي. اولها حتى الاصدقاء اللي كانوا احنا بالنسبه لهم صباح الخير بس، دلوقتي صباح الخير عاملين ايه، وحاجات كتير اتغيرت. يعني اللي كان ما بيسلمش بقى بيسلم، حاجات كتير بصراحه، والمعامله اختلفت تماما برضو يعني. اكيد. وايه تاني؟ وايه تاني؟ انا كنت ليا راجعه، لسه كنت راجعه من الشغل، فكنت واخده اجازه طبعا فرجعت، فانا كنت بلبس جلوبس فرحت بيه، فقالوا لي ايه ده انت ازاي لابساه، طب ما انتوا ما كنتوش بتبصوا في الاول، اشمعنى دلوقتي ازاي لابساه؟ ما انتوا الاول كنت بتلبسي ايه؟ سوري، جوانتيات في ايديا كنت بمشي بيها. انت بتغطي يعني؟ بغطي، يعني بقلل التنمر شويه يعني. فكنت بلبسهم، فلما رجعت فكله ايه ده انت مش وعدتي ان انت مش هتلبسيه؟ طب ما انتوا كنتوا عادي، كنتوا غطي وداري، عشان احنا مش عايزين مثلا تاذي مشاعرنا بشكل ايدك مثلا او بشكل تشوهات في وشك. فدلوقتي بقى الموضوع اختلف قبل وبعد. وكمان نظره الناس اتغيرت اكيد طبعا. ثقتك انت اكيد دلوقتي اتغيرت، لانه حسيتي بصي هو الناس بدات تسلط الضوء على الناس اللي عندهم حياة او عندهم اي حاجه تانية مش موجوده عند حد بس. والناس دلوقتي بقت لما حد يحكي عن المواضيع دي بقت تصير عادي. يعني الناس بقت تبص لها بطريقه عاديه، بس لانه اول مره كانت بتشوف الحاجه دي، فتحس انه لا انا اول مره بشوف المنظر ده، فعشان كده كانوا يعاملوهم بطريقه غير. بس بالعكس لما عم بيشوفوا حتى الناس المهمه، عم بيشوفوا النجوم الكبار الفنانين، عم بيتكلموا على اي انسان عنده مثلا حاله، عم بيتكلموا على قصه التنمر، وعم بيصير في عقوبات على الناس اللي عم تعمل تنمر كمان، وعم القانون عم بياخد كمان اجراء بطريقه سريعه. فالموضوع ده اكيد عم بيسهل على اي انسان مر بفتره صعبه حياتك. أكيد. ان شاء الله ما بترجعيش بتشوفي تنمر لحياتك. يا رب يا رب. ولا انت ولا بسمله. طيب بسمله قولي لي بقى الرحله كانت عباره عن ايه؟ انت ركبتي الطياره، قولي لي مين كان معاكي على الطياره، واحكي لي بقى بالتفصيل بالتفصيل ها زرتي ايه وشفتي ايه من فوق وانت راكبه الطياره. شفت الاهرامات؟ ايوه. شفت النيل؟ شفت البرج؟ ايوه. شفت النادي الاهلي والزمالك؟ أيوة. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ زملكاويه. حلو ده، برافو عليكي. وايه كمان؟ بس كده. وكان مين معاكي على الطياره من زمايلك؟ تعرفي فاكراهم او عارفه اساميهم؟ انت عارفاهم كلهم. انت عارفاهم كلهم؟ طب ما تقولي يلا. طب هغير لك السؤال. بتحبي ترسمي ايه؟ بصي احنا معانا الفيديو بتاعك يا بسمله دلوقتي، وانت وزمايلك رايحين تركبوا الطياره. احكي لنا بقى على اللحظه دي. كنت حاسه بايه بقى وانت انا شايفاكي بتجري سابقاهم، عايزه تركبي الطياره وتشوفي بقى الرحله دي تبقى عامله ازاي؟ قولي لي بقى. كنت فرحانه بس مش بونش بوب. ايه بس مش بونش بوب؟ سبونج بوب. انا بحب سبونج بوب قوي بجد والله العظيم، انه انا طفله بحب سبونج بوب. ده انا كمان. وبترسمي ايه كمان؟ ترسمي ايه كمان غير سبونج بوب؟ الطفار. الطفار. طيب استاذه اسماء، ايه اللي اتغير في حياتك وحياه بسمله بعد الاحتفاليه؟ حسيت ان انا ده ليا حاجه في الدنيا بصراحه. شفت يعني شفت فرحه كبيره.
شفت فرحه كبيره قوي والله. سيادة الرئيس برضو طلعنا حاجة كده، كنا في الأرض ورفعنا مرة واحدة كده حاجة جميلة، ده حاجة نقعد نحكي عليها طبعا العمر كله. أكيد طبعا. منال، إيه أكبر تحدي واجهتيه؟ أكبر تحدي واجهته إن أنا أكمل دراستي وإن أنا أشتغل، لأن واجهت صعوبات فيهم جدا. عاملة إيه في شغلك؟ لا الحمد لله كويسة، يعني شاطرة في شغلك، مبسوطين منك في الشغل بصراحة. في تطور عم بتحسي؟ حاسة إنه أنت عاوزة تكملي في الشغل ده؟ والله انا يعني الشغل المجال حلو مش وحش، والناس فيه كويسه جدا، عاملين بصراحه كويس. هو لحد ما اتعودنا على بعض طبعا، فكانت خدت فتره بس بعد كده خلاص كل حاجه بقت خلاص شافوني من جوه، فبقوا حبوا منال، ان منال مش وحشه يعني، بالعكس هي ممكن تقدر تفيدنا في حاجات كتير. انا عايزه اقول لك يا منال ان انت لبقه جدا، ربنا صوتك كمان ينفع صوت اذاعي ومذيعه، وانت حاورتي على قد ما انت يعني، يمكن ما فيش الوقت المتاح ان انت تقدري تحاوري يعني بشكل اكبر، ولكن عندك امكانيات يعني، استمري كده وافضلي ورا حلمك واكيد ان شاء الله هيتحقق. ان شاء الله يا رب. وانتوا نورتونا وشرفتونا في الاحتفاليه، ربنا يخليك، وشرفتونا في البرنامج، ونتمنى ان احنا نقابلكم تاني، انتوا يعني نماذج عظيمه ومشرفه لمصر جدا. شكرا لكم جدا، نورتونا. انت نورتونا والله، ربنا يخليك. منال ميرسي لك. طبعا زي ما احنا قلنا لكم انه ما في احلى من جبر الخواطر في العالم، ما فيش احلى من انه انسان يطلب امنيه والامنيه تتحقق بنفس الوقت. يعني الناس لما تلاقي مثلا حتى الامنيات عم تتلبى مش من اي حد، كمان من سعاده الريس، دي حاجه مفروض الانسان ينبسط فيها قوي، وبسطت ناس كثيره. وجبر الخواطر حاجه رائعه، اكيد ام الدنيا عاوزه اب زي الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً. انا مبسوطه طبعاً. قوي النهارده انه صدفنا بنتين جميلين قوي، وحضرتك طبعا نورتونا النهارده. ربنا يخليك يا قمر. ونحن للاسف فقرتنا وحلقتنا خلصت، بنشوفكم يوم الجمعه بنفس الوقت على صدى البلد 2.